يشكل المسلمون نحو 90% من سكان قرغيزيا، البالغ عددهم قرابة 4 ملايين نسمة. وعلى الرغم من بناء عدد كبير من المساجد والمدارس الإسلامية في السنوات الأخيرة، إلا أن آلاف القرغيزيين المسلمين ارتدوا عن الإسلام إلى المسيحية أو إلى ديانات أخرى، وذلك حسب ما يشير تقرير حكومي صدر أخيرا. مراسلنا زاور شاوج حاول رصد هذه الظاهرة في تقريره التالي. نحو 15,000 قرغيزي مسلم تحولوا في السنوات القليلة الماضية من الإسلام إلى المسيحية أو أصبحوا أتباعا لجماعات تبشيرية مختلفة. إحصائية رسمية أثارت تساؤلات كثيرة حول واقع ومستقبل المجتمع القرغيزي المسلم. تيليك إسايف صحفي قرغيزي ترك الإسلام قبل 7 سنوات ليصبح قسا في الكنيسة البروتستانتية القرغيزية. يقول إن أتباع كنيسته من القرغيزيين اليوم يتجاوز عددهم 3,000 إنسان. عندما آمنت بعيسى المسيح كان رد فعل الناس سلبيا، لكننا مختلفون. نحن شعب بعيد عن الإسلام الراديكالي وأصبحوا يقولون لي آمين بمن تريد، المهم أن تكون إنسانا جيدا. ويرى المختصون في هذه الظاهرة خطرا على مستقبل المجتمع القرغيزي المسلم وكذلك على الاستقرار الديني والطائفي. اتساع هذه الظاهرة يعود إلى استغلال هذه الجماعات للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الفقيرة وكذلك تخويف الناس مما يسمى الإرهاب الإسلامي. دار الإفتاء القرغيزية اعتبرت التقرير غير موضوعي ولا يعطي أرقاما دقيقة، واصفة الانتقادات بحق رجال الدين الإسلامي بالباطلة. المشكلة ليست بهذا الحجم، التشريعات الليبرالية تجاه الجماعات التبشيرية، ونعمل على مواجهة هذه الجماعات وتعليم الناس قوانين الإسلام. ويعتقد البعض أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما وردت في التقرير مع ازدياد نشاط الجماعات التبشيرية، حيث تعمل اليوم في قرغيزيا أكثر من 300 منظمة وجماعة تبشيرية غير إسلامية مسجلة رسميا لدى السلطات. مطبوعات الجماعات التبشيرية المختلفة كشهود يهوى أو الكنيسة اليسوعية منتشرة بكثرة في قرغيزيا، فأنصار هذه الجماعات يضعون المطبوعات في صناديق البريد ويوزعونها مجانا على الناس في الشوارع بدون رقابة